السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا قصة استماع اسمها زيارة الى المدرسة، غير طبعا درس القراءة اللي احنا معتادين عليه. طيب تعالوا نستمع للقصة ونتعلم منها حاجة جديدة. في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد في اليوم التالي ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر. تحمس جميع التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني بالآلات المصرية الأصيلة مثل العود والناي والمزمار والدف والطبول. جلس خالد حزينا، فجاءت المعلمة وسألته: ماذا بك يا خالد؟ لماذا أنت حزين هكذا؟ رد خالد: لن أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. فتعجبت المعلمة متسائلة: لماذا؟ فأجاب خالد: لأنني لا أحب الغناء ولا أستطيع العزف على الآلات الموسيقية. سكتت المعلمة قليلا، ثم سألت خالدا وأصحابه: هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة لتعريف بثقافتنا؟ فأجاب خالد مسرعا: لا، فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد أيضا، لذا سنقوم بعمل معرض لعرض لوحاتنا التي تعبر عن حضارة مصر وجمال مناظرها وعراقة تاريخها. يبقى كده أنا عندي وفد. وفد يعني مجموعة من السياح جايين من خارج البلد عشان يتعرفوا على الثقافة الخاصة بينا، والثقافة الخاصة بينا ممكن تكون ثقافة في الموسيقى، ممكن تكون ثقافة في الغناء، ممكن تكون ثقافة في الرسم ونوع اللوحات، ممكن تكون ثقافة في إلقاء الشعر. فكل دي طرق للتعبير عن ثقافة العصر مع مجموعة التلاميذ اللي هيعزفوا بالطبول والدف والآلات الموسيقية اللي احنا عارفينها. في ولد ما بيعرفش يعزف على الآلات ديت، اسمه خالد. طيب أقنعته المعلمة ان الطرق الأخرى اللي يقدر يعبر بيها عن ثقافة البلد وفي نفس الوقت يقدر يشارك في ان هو يعبر عن ثقافة بلده قدام الوفد بدون ما يشترك في الغناء والموسيقى لأنه مش بيعرف يستخدم الآلات الموسيقية. نظر أحمد لصديقه خالدا وقال له: ولكنك يا خالد لديك موهبة رائعة تستطيع المشاركة بها. فتعجب خالد من كلامه وفكر وهو يردد كلامه: موهبة رائعة، هل تقصد الكتابة؟ ردت المعلمة: بالطبع يا خالد، فأنت كاتب ماهر. هيا يا خالد فكر وقرر ماذا ستقدم لنا. كان يوم الزيارة حافلا، حيث بدأ التلاميذ بإنشاد النشيد الوطني وبعض الأغاني من التراث مع العزف على الآلات. ثم قام الوفد بزيارة المعرض المدرسي الذي كان يضم لوحات وأعمال يدوية بسيطة. وفي نهاية الزيارة ألقى خالدا شعرا من تأليفه تحدث فيه عن مصر وحضارتها وتاريخها العريق، فأبهر الجميع بشعره وصفقوا له. أبدى الوفد إعجابه بهذا التعريف عن الثقافة المصرية وتمنى أن تتكرر الزيارة مرات ومرات. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. طيب إيه أهم الأفكار اللي جت في القصة هنا؟ هوات أول حاجة إن احنا تعرفنا على بعض الآلات الموسيقية زي الناي والدف والعود، كل دي آلات موسيقية جميلة بنستخدمها من زمان عشان نعبر عن الثقافة المصرية. هل الآلات لوحدها الموسيقية هي اللي بتعبر عن الثقافة؟ لا، احنا قلنا كمان ان الرسم والكتابة من الفنون اللي بتعبر عن ثقافة البلاد. طيب ايه كمان من الحاجات اللي بتعبر عن ثقافة البلاد؟ الشعر من ثقافة من الثقافات اللي بتعبر عن الثقافات الفنية الخاصة بكل الدول. طيب تعالوا نشوف بقى اهم الكلمات اللي وردت في القصة: تشجع، تحمس، جمال، روعة، يضم، يحتوي على الكلمة ومضادها، الصباح، المساء، التالي، السابق، حزين، سعيد، الفنون مفردها، الفن، التلاميذ مفردها، التلميذ، مرات، مرة.
وبكده نكون أنهينا درس النهاردة، وأشوفكم مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.